السلام عليكم ورحمه الله. اليوم درس اللغه الانجليزيه للصف السادس الابتدائي، من بعد ما كملنا اليونت الاول 8 لسنات، كملناه كله اليونت الاول. هسه راح ابدي قواعد اليونت الاول، راح اشرح القواعد مالته. موجود بصفحه 7 بالكتاب الملون. اول قاعده هي how old و how many. How old يعني كم العمر، أو how many كم العدد، راح أشرحها وناخذ أمثلة عليها. يلا عيني. How many اللي هو شنو معنى how many؟ قلنا كم العدد. How many كم العدد. ناخذ القاعدة مالتها. القاعدة أول مرة how many، how many زائد وياها تجي منو اسم جمع. يعني شنو اسم جمع؟ يعني بيها كلمة بيها s و does و do زائد هنا عندنا ما كملنا نخلي هنا he و she و it، طبعا هنا و you زائد have وبعدين علامة استفهام. هذه قاعدة how many. قاعدة how many هاي ناخذ قاعدة how old. how old how old قاعدة how old. how old قلنا شنو كم العمر. How old كم العمر. شنو القاعدة مالتها؟ أول مرة أقول how old. how old زائد is و are وياهن is و are زائد اسم زائد علامة استفهام. ثنتين هنا علامة استفهام لأن باديات بسؤال. how old و how many أداة سؤال. زين هسة قبل لا ناخذ أمثلة على how many و how old لازم نقول هذا لازم نكتب قاعدة how old. لا مو how old، قاعدة do و does. قاعدة do و does، هذه قاعدة do و does. it does تجي ويا من إذا كان الفاعل هي و she و it. do تجي ويا من إذا كان الفاعل I و they و we و you. هاي do و does. it does he و she و it و do I و they و we و you. زين ناخذ أمثلة على do و does وبعدين هذا ناخذ أمثلة على how many و how old. مثلا عدي هنا عدي she فراغ مثلا أي شيء she sister مثلا أو لا مو هاي ما أريدها هاي لأن هي she sister. she مثلا أي شيء خلنا ناخذ أمثلة من الكتاب. she مثلا book. she book يختارون do لو does هيك يجي اختيار. انتو من تشوفون من تشوفون she شو تسوون الفاعل she تختارون does واذا كان he أو it. إذا كان مثلا they إذا كان مثلا they do لو does تختارون do. يعني أقول لك do لو does تختار شنو do لأن كان they I و they و we و you. هذه قاعدة do أو does. هسا راح ناخذ أمثلة على how many و how old.
يقول لك how many a brother how many a brother frog he سمعوا شوفوا هاي he have شنو البين قوسين البين قوسين قايل لي مطيني do lo does بقى عليها do lo does ما دام عندي هي راسا بس تشوفون هي ايش تختارون خل بالقلم الاخضر ما دام عندي هي اختاروا does يعني قلت لكم هي وشي وقت نختار does ناخذ مثال الثاني المثال الثاني يقول لك بين قوسين how many و how old is Alice سمعوا شوفوا Alice هذا اس الجمع sister زين هسه ايش عندي انا قاعدة خليني اذكركم بها how many و how old قلت لكم is و are رأسا شنو how old اذا بدون تفاهم اختار how old ليش لان عندي is او are هذه ثاني خلنا ناخذ بعد ثالث ثلاث امثله بين قوسين قايل لي how many لو how old هعيني وقايل لي ديسك ضعوا هاي اس الجمع are there يلا ايش تختارون قلت لكم الجمع ايش تختارون فعل اسم بي جمع هذا اسم بي جمع نختار how many هاي عيني درسنا اليوم الدو والدز الدو إذا كان I وذي وي ويو الفاعل والدز she وهي وإت how many و how old how many كم العدد هذه how many كم العدد قاعدتها يجي اسم جمع بها اسم جمع بها فعل زائد اس و how old بها لو اس لو ار بس تشوفون اس و ار قولوا how old وشوفون اسم جمع يعني اسم بيها اس قولي how many هاي ان شاء الله قاعدة اليوم ان شاء الله نكمل وياكم باقي القواعد